مشاهدينا، وللحديث أكثر عن نفوذ وتغول ميليشيا حزب العمال الكردستاني في نينوى، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. السلام عليكم دكتور، وكل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام، وكل التحيات والتهاني لكم وللأمة العربية والإسلامية في عيد الفطر السعيد المبارك. أهلا بكم دكتور. في هذا الموضوع، ما خطورة منح هويات الجنسية العراقية لعناصر في ميليشيا حزب العمال الكردستاني البككا في نينوى وتحديدا في قضاء سنجار؟ المشكلة الأساسية أنه القضية الكردية هي من أهم المشاكل التي تعاني منها المنطقة. نعم. وأقصد هنا دول العراق وسوريا وإيران وتركيا. ففي العراق وقع بين الأكراد والحكومات المتعاقبة بما فيها الملكية عملية تبادل إطلاق النار واستخدام السلاح، ولذلك إن هذه المشكلة هي من أهم وأبرز المشاكل التي يعاني منها منطقة الشرق الأوسط في هذه الدول. أما بالنسبة لما يجري الآن في سنجار، فاعتماد البكك على هذه المنطقة الرخوة والتي تعاني من ضيم وقهر وهتك حتى لمصلحة الناس وبيوتهم وأحوالهم من قبل عناصر البكك الموجودين في هذه المنطقة. ولذلك صدر قرار باتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء لأنهم يسيئوا إلى الدولة، وبذلك أنهم إذا جاءوا كونهم لاجئين فلذلك عليهم أن يحترموا أنفسهم ولا يقوموا بأي عملية اعتداء على أي منطقة محادية، وخاصة بالنسبة لتركيا. طيب، إلى أي مدى تتحمل الحكومة اليوم مسؤولية ما يجري في سنجار عبر شرعنة وجود ميليشيا البككة المصنفة إرهابيا؟ أين وعود الحكومات لتركيا بالذات بأن العراق لن يكون منطلقا لمهاجمتها، يعني تركيا؟ طبعا بالتأكيد أن الحكومة هي مسؤولة عما يجري الآن حاليا بالنسبة للبككة واتخاذهم مواقع عسكرية لميليشياتهم في سنجار، فعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات رادعة. وبالتالي أن الحكومة قامت بعلاقات جيدة مع تركيا في الزيارة الأخيرة التي قام بها الشيعي السوداني، ولذلك يجب أن يكون هناك موضع لطرد هؤلاء أو منعهم من اتخاذ أي إجراءات. والإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحق هؤلاء الذين زوروا الشهادات الجنسية لمجموعة منهم، هذه ليست هي أول عملية. والحكومة تعرف جيدا أن هناك عمليات تزوير جرت لمواطنين إيرانيين في العراق وأخذوا جنسيات عراقية، فهذه دليل على أن الحكومة ضعيفة ولا تستطيع أن تقدم شيئا في مجال المواطنة للعراقيين وخاصة احترام السيادة العراقية. طيب، هذا النفوذ في سنجار بالتحديد إلى أي مدى يمثل تحديا للتركيبة الديمغرافية في نينوى ككل؟ وهل باتت مهددة مع الحديث سواء عن إصدار هويات أو تزويرها لعناصر في ميليشيا حزب العمال؟ هذا تغيير ديموغرافي للمنطقة، لأن هؤلاء ليسوا مواطنين عراقيين وإنما هم مواطنين أتراك، وبالتالي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار مسألة المواطنة، أنهم هجروا الكثير من أبناء سنجار وحلوا محلهم بهذه الفصائل، ولذلك على الحكومة أن تتخذ إجراءات رادعة بعودة المهجرين من مدنهم. نعم. ومن قراهم ومن بلدهم ومن دولتهم، هكذا أقول، لأنه هذه الأمور يجب أن
تجري على مسمع ومرأة من الحكومة العراقية القائمة حاليا، والتي عليها عاتق أنه تحترم المواطنة. وهؤلاء المجاورين طيب ليس لهم ضمير مواطنة. طيب دكتور عفوا، من زاوية أخرى، ترك هذه الميليشيات بهذا الشكل إلى أي مدى يمكن التأكيد على أنه ليس عبثيا؟ ماذا تريد الميليشيات، ميليشيات الحشد، بالتوازي مع الحكومة أن تغض الطرف على مواصلة هذا الدعم غير المسبوق لميليشيا حزب العمال؟ هي ذيول لإيران، وبالتالي هذه الميليشيات تريد أن تبقى ميليشيات أخرى، حتى أن هناك علاقات مع هذه الميليشيات، ميليشيات البكك. وآخر الأخبار سمعنا أن هناك علاقة جدية ووطيدة مع ميليشيا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا علقت عليه حتى السلطات التركية، وحملت حزب الاتحاد الوطني مسؤولية ما جرى في سنجار وغيرها، لأنها تمدهم بالسلاح وبالمال وبقوى أخرى ممكن أن يستفيدوا منها. لذلك إن الميليشيات تعتبر الميليشيا الموجودة هي أشبه بعامل مساعد لوجودهم في ميليشيات تابعة في الوسط والجنوب من الأحزاب الموجودة في العراق. دكتور، المجلس النرويجي للاجئين يتحدث عن وجود ما يقرب من 1,000,000 مواطن عراقي لا يزالون يفتقدون الوثائق التعريفية أو الثبوتية الأساسية بسبب صعوبة الموافقة على التصاريح الأمنية. كيف يمكن لمنح أو كيف تمنح الهويات اليوم إلى عناصر في ميليشيا البككة بكل سهولة؟ طبعا ميليشيا البككة حصلت على هذه الوثائق بناحية الجنسية عن طريق هؤلاء العملاء الذين هم يعملون في موظف كموظفين في دوائر الدولة، لكن هم مرتشرين يقومون بإجراء تغييرات على هويات من الموتى ومن المهاجرين بوضع صور صاحب العلاقة من البككة وبقاء على جنسية ذاك المواطن حتى يتخذ أو يأخذ حقوقه كمواطن عراقي من حصص وإلى غيرها. ولذلك هم قادرون أن يستثمروا هذه المناسبة، والمواطنين العراقيين خارج الوطن لا يملكون هذه الوثائق، الذين هم قرروا أن تحال هذه الوثائق إلى الميليشيات نتيجة الرشاوي ونتيجة هاي. وذلك أنه صدر حكم بحق أحدهم بخمسة سنوات، وهذا حكم بشكل أعتقد أنه نعم. دكتور، من لندن الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لك.